باش نشوف حسب رأيي معناتها الجديد معناتها بيان جوي سيطر على المقابلة من الأول للآخر. مالوريزمون غلطنا غلطة يعني غلطنا غلطة بسيطة تكلفت عليها هزيمة. بطبيعة حال داري سيت ان جور اللي تريجر إلا كومي فوت تكونت عليها الخسارة. سينو معناتها وانا بيان جوي جي بونس معناتها كنا سيطرنا على المقابلة من الأول للآخر. مالوريزمون معناتها أشاك فوا معناتها وأون جو معناتها فما حكم من الحكام يحيد لنا هدف. والهدف الهدف شرعي ما فيه ولا حاجة. المرة اللي فاتت نفس الشيء هدف شرعي ما له فيه حاجة. بطبيعة الحال معناتها هنا أنفوس لو ريزولتا دو ماتش. جي ريغريت دي لي دير مي سي كوم سا. أون أكسبت أون أكسبت. On devrait pas être sportif, on est sportif. Et merci. Je crois que c'est merci. C'est comme ça. Voilà. قلت معناتها بالنسبة لي الفريق الوداد سيطر على جميع رادات المقابلة يعني من الأول قبل ما نهدى الشوط الأول والشوط الثاني معناتها كنا احنا أقرب معناتها لتسجيل الأهداف كنا أقرب للانتصار. مالوريزمون معناتها أنا كومي فوت كانت وراها لها الهزيمة تو سامبلومون ما فما حتى شي فهمتي. توت لا مانيير جي ريبروش ريان مي جوار جي ريبروش ريان مي جوار ايزيتي بيان ايزو بيان ترافايي عملوا يلزموا تعمل فالي كونكريتيزي معناتها لي زوكازيون اللي جاتنا مالوريزمون انا با سوي كونكريتيزي لي زوكازيون كنا اون ديورون لو ماتش فهمتني. توت لا مانيير معناتها كيما قلت لك معناتها جي فيليسيتي مي جوار ايزيتي بيان معناتها لي لون دي ماتش. C'est le plan défensif, c'est le plan offensif. On était bien. Ce qui manquait un peu le but, bien sûr, il fallait concrétiser les occasions qu'on a eues. Pour moi, ils ont bien joué, ils ont maîtrisé le match un peu partout. Et c'est tout, Mata. Le Riyabet, Mata, lorsqu'on a une équipe, pas le jamais Riyabet. Riyabet, Mata, Adi, Mata, Fik, Ayi, Mokabla, Bastel, Riyabet, Riyabet. فهمتني لكن اللي لعبوا اللي كانوا موجودين في الملعب أدوا واجبهم وكانوا في المستوى هذا هو. سؤال ثاني حسب قراءة شخصية سيتوزيع لأن فريق الوداد يعني أنه سيطر على المباراة صح. منذ البداية إلى النهاية وأنه ما استطاعش يسجل. سجلنا. هل هذا يعني أن لا أنا عارضك سجلنا هدف. هل هذا يعني أن حسب قراءة التقنية ديالك على أن يعني التحكيم كان ضد فريق الوداد؟ مانيش نتكلم قلت لك احنا سجلنا هدف وتحيط والهدف شرعي لأني شفته 10 مرات ومن غير ما نشوفه الهدف كان ما فيه ولا حتى لبس فهمتي تحيط والماتش في ماتش اللي دو سيمين زاد كيف كيف سجلنا هدف تحيط هدف زاد شرعي وبعد ما نشوفه وبعد ما نحلو ما نشوفه والريبلاي مرتين وثلاثه واربعه نشوفه الى الهدف كان شرعي معناتها سي فري معناتها اللي دو فوا معناتها فالعصاب تولي تلعب سي با نورمال. اسكو كوتش سلا بي ديغ كو سي لو ميدا ديفيزي؟ جو سي با جو سي با جو سي با معناتها اسكو جو دي انا جو سي با لو ميدا فيزي نون فيزي سا سي ان اوتر بروبليم سي معناتها فالي معناتها انا قلت لا دارنيير فوا فالي سي بروتيجي ان كرون كلوب يل ديفري سي بروتيجي اون ديموند با لا شاريتي ما نطلب حتى شيء. Et toute ma vie, et toute ma carrière, j'ai demandé aux arbitres et n'importe qui, que le wahd a tiya haqo. Li anna dhulm ma yqbel had. Ou dhulm le qahr. Bitbi'at l'hal yqaw l'infijar. Et ça, c'est pas bien. Ma'ata, pour le sport, ou بالنسبة للاعبيه, ma'ata, من هنا من هنا. C'est pas facile, ça. Voilà. Merci. Ah. 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 Ah
شكرا. على كل حال نقول مبروك لفريق طنجة.